من خدمات جاريث بيل ومودريتش وكذلك كريم بنزيما في حضور شيشاريتو العائد الى المستوى بعد الفرصه التي اتيحت له في غياب كريم بنزيما. اليوم ريال مدريد يلعب بكركاسياس في الحراسه، كارفاخال على الجهه اليمنى، مارسيلو على الجهه اليسرى، رافائيل فاران رفقه بيبي في وسط الدفاع، سيرجيو راموس في وسط الميدان رفقه توني كروس، ايسكو وخاميس رودريغيز، شيشاريتو وكريستيانو رونالدو. ضربه البدايه اعطيت لصالح عناصر فالنسيا مع الريس على الجهه اليسرى في اول كره دخل ريس، ريس عنده الكرات تسديده والركنيه. بدايه قويه من جانب عناصر فريق اشبيليا في محاوله لاثاره دفاع فريق ريال مدريد، وفي محاوله اليسرى ايسكو مع رونالدو، يسرى لرونالدو طلبها ايسكو ويصل كريستيانو الى منه رونالدو باليمنى، يسدد باليسرى وبعيده فوق المرمى. يسدد باليسرى وبعيده فوق المرمى، الريال تحت الضغط، رونالدو تحت ضغط اخر لان ميسي سجل وقع هدفين اليوم، صار في رصيده 40 هدف ورونالدو 39. رونالدو تحت ضغط لانه يريد ان يؤكد اليوم بانه قادر ان يبقي ريال مدريد في الواجهه وفي الصداره وفي القمه ينافس على لقب الدوري او فنيه في مدريد. طبعا هذا الكلام لم يتاه. بابا كريستيانو، رونالدو يفوت ويضيع اول كره واول رقصه لقصة للريال. يا سلام على التوزيع من هناك من مارسيلو، رونالدو في وضعية قلب هجوم وحدك يا كريستيانو، صد الحارس سيرجيو ريكو وانقذ مرمى من هدف محني بانه ليس خطيرا. الكرة وصلت لباكا يغطي كورتو الكولومبي هايل، يرجع للخلف لريس، ريس تسلل، الدفاع لم تكن هناك وضعية تسلل، يتفوق عليه رافائيل فاران، رجعت لبانيغا يلعبها مع ريس، ريس 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 ريس، يا باكا يا باكا كاد يفعلها الكرة من ريس، يرجع لراموس، الجهة اليسرى مبدعة أكثر وخطيرة أكثر من جانب الريال في الخط الأمامي طبعا، توصل لإيسكو من عند مارسيلو، إيسكو هي الكرة، إيسكو يوزعها هيلة خطيرة، با 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 جول. جول 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 جول، أنا كريستيانو رونالدو سجل الهدف الأربعين لكوينتراو، ويثأر لي غضب جماهير الريال منه الأسبوع الماضي، كريستيانو يرتقي فوق الجميع ويسجل أول هدف المباراة للريال. ولكن قبل الحديث عن كريستيانو أعيد شريط اللقطة وشوفوا ماذا فعل إيسكو في وضعية صعبة من هناك بظهره، تمكن، شوف إيسكو لا يفعلها سوى إيسكو في رمشة عين، وضع نفسه في أحسن الظروف لتوزيع كرة من أروع ما يكون يا إيسكو، أنت فنان. باليسرى حطها فوق كراس كريستيانو، الضربة الرأسية القوية لم يقدر عليها سيرجيو ريكو، الريال يفتح مجال التسجيل في الدقيقة 36 من عمر المباراة. أنت يمر على أن يبقى كريتشوفياك في فوق أرضية الميدان، كارباخال يوصل على خاميس رودريغيز على الجهة اليمنى، رودريغيز عنده الكرة، رودريغيز يرفع كرة خطيرة، شيشاريتو جول. الثاني في ظرف دقيقتين، كريستيانو رونالدو يسجل هدفه 41. يا سلام عليك يا كريستيانو، هكذا هم الكبار في الظروف الصعبة يقولون أنا هنا. كريستيانو قال لزملائه، قال لمن انتقدوه، أنا هنا كريستيانو رونالدو. الثنائية الأول بالرأس والثاني بالقدم، الكرة ملعوبة بشكل رائع من شيشاريتو، كريستيانو رونالدو لم يخطئ لأنه لعب الكرة ويدي الحارس كانت بعيدة، الخطأ في الحارس، لو الحارس ارتطم بكريستيانو لصفر له الحكم خطأ. رونالدو بأصابع رجليه يضيف الثاني للريال، يا سلام عليك يا كريستيانو، 2-0 صارت النتيجة. عناصر الريال استثمروا في النقص العددي، خطأ فادح ارتكبه أوناي إيمري لأنه لا يمكن أن يبقى لاعبك على خط التماس يتلقى في الإسعافات لمدة 6 أو 7 دقائق، لا يمكن. تغطية من بيبي، من هناك رافائيل فاران بالراس يخرج الكرة، رافائيل وصل على فيدال، الكرة من مبيا وبعيدة فوق المرمى. ستيفن مبيا صاحب 4 أهداف هذا الموسم مع فريق إشبيليا داخل منطقة العملية، رجعت له الكرة، شوف وحدك يا ستيفن، أولولو أولولو. إشبيليا لو يسجل الآن راح يعاود يبعث المباراة. غريغوري كريتشوفياك يتلقى في الإسعافات خارج أرضية الميدان، هذا هو إيفير بانيغا في تنفيذ هذه المخالفة، الأرجنتيني وريس، المخالفة مرفوعة خطيرة،
هو دفاع الريال. ضربة الجزاء من كارلوس باكا الكولومبي. رونالدو بلغ رقم 41، الكولومبي يريد الرقم 20. تركيز كبير من قبل كارلوس باكا أمام كاسيوس. باكا يسدد، باكا يسدد، باكا جول. إشبيلية تسجل الهدف الأول في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط. باكا يقول أيضا أنا هنا، هدف لفريق إشبيلية في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط. كارلو أنشيلوتي يحتاج لأنه يدرك مدى أهمية هذا الهدف وعبئه وثقله ومدى تأثيره على مجريات الشوط الثاني. أرجو أن تبقوا معنا، أشكركم وألقاكم مع بداية الشوط الثاني بإذن الله. خالد ياسين وضيوفك تفضلوا، إليكم الخط بعد الحدث. نعم يا بيبي، كرة ضربت في رجلك اليسرى وخرجت ركنية هذه المرة من هناك على يمين من إيكير كاسياس. الركنية مرفوعة في القائمة الثانية. مبيا بالراس، مبيا بالراس، كاد يباغت كاسياس. رأسية قوية جدا من مبيا. حان الوقت لتقديم كرسي احتياط الريال. كوينتراو، غاريث بيل، نافاس، ساربيلوا، ناتشو، خيسي، يارامندي. في الجهة المقابلة نافارو، غاميرو، إيبورا، دينيس سواريز، فيوتولو، كوكي ودافيد سوريا. وصلاته على الجهة اليسرى، رونالدو مع إيسكو، بابا خطيرة، رونالدو رجع للخلف، توني كروس التسديدة، بابا 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 با. أرضية زاحفة تسديدة توني كروس. سجل هدفان هذا العام في موسمه الأول مع الريال. الدولي الألماني تسديدته كم كانت قوية لو كانت في الإطار. يرجع في المباراة بعد تسجيله الهدف الأول في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. مرفوع الركلية بالراس، بيبو، خطأ كل الحكم. مرة أخرى ستيفان نمبيا الكامبروني يرتقي فوق الجميع. من حسن حظ دفاع الريال أن الحكم صفر خطأ لصالح بيبي، ومن حسن الحظ أن كاسياس أخرج هذه الكرة من رأسية من مبيا. ريس، ريس ليبانيكا بعيد الكرة، وكارفاخال في التغطية. يسترجع هاتري مونيلوس، يلعب هيدا مرفوعة، ورافائيل فاران. ما زالت الخطورة، التسديدة من ريس بيمناه فوق المرمى. القائد ريس بيمناه فوق المرمى. وناي إمري بدوره يشعر بأنك أمرا ما سيحدث، بأن فريق إشبيليا يسيطر ويضغط، بأن فريق إشبيليا قريب من التعديل. ريال مدريد لم يكشف كل أوراقه، لم يقل كلمته بعد، لأن انطلاقة واحدة من شيشاريتو ورونالدو أكثر من حتى ولو لم يبذلوا جهود بدنية. كرة لكارفاخال، هيلة من طريق كروس، وصلته كارفاخال باليمنى، يوزعها باليسرى لخاميز رودريغيز بالراس، يبحث عن كريستيانو رونالدو لإيسكو، والكرة صعبة، الدفاع متوقف، يرجع للخلف، التسديدة، با 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 با. دفاع متوقف تماما في إشبيليا، نال منه التعب ما نال كريستيانو رونالدو، وكأن الحكم صفر شيء ما. إيسكو يحطها لكروس، واو واو، مرت ببضع مليمترات وليس سنتيمترات. كرة توني كروس الألماني فوق المرمى لخاميز رودريغيز، ترجع له مرة ثانية، يطلبها غاريث بيل، وصلت أول كرة يلمسها غاريث بيل. غاريث بيل وكارفاخال، غاريث بيل، غاريث بيل باليمنى، يفضل يرجع على رجله اليسرى، يواصل غاريث بيل، غاريث بيل يرفع كرة في القائمة الثانية لرونالدو، با 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 با، جول 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 جول. كريستيانو رونالدو يسجل الثلاثية اليوم. كريستيانو رونالدو هو الشبح الأسود لإشبيليا، كريستيانو رونالدو هو الظاهرة الثلاثية اليوم. كريستيانو بعد أن صام ثلاث أسابيع عن التهديف. غاريث بيل في القائمة الثانية، كريستيانو في وضعية ليس هناك أصعب من هذه يا كريستيانو، من أمام الحارس سيرجيو ريكو. كريستيانو بالراس حطها في الجهة اليسرى من ريكو، 3-1 صارت النتيجة للريال. يا لك من رونالدو، يا له من كريستيانو، ويا له من التوزيع من غاريث بيل. واو، ما دام كارلو أنشيلوتي يخرج بهذا الشكل ويدخل الى ارضيه الميدان يحيي مارسيلو مره ثانيه. امتصاص حراره اللاعبين تاع إشبيليا بالاحتفاظ بالكره بهذا الشكل. غاريث بيل يرجع لمارسيلو، يلعب ارضيه، توني كروس، تسديده قويه جدا من توني كروس في هذه اللعبه الجماعيه من جانب عناصر ريال مدريد. الموعد في موسم صعب جدا على فريق ريال مدريد الذي يجب ان يفوز بأحد الألقاب. كرة خطيرة، هنا نقل
فيتشنتي إيبورا يسجل خامس أهدافه دقيقة واحدة منذ دخول إيبورا يسجل الثاني لإشبيليا. صارت النتيجة 3-2، ثلاث أهداف مقابل هدفين للريال أمام إشبيليا. ريس فعلها، أليكس فيدال توغل، مرر الكرة على طبق لفيتشنتي إيبورا أمام دفاع الريال. المباراة لم تنتهي بعد، الريال لم يفز وإشبيليا لم يخسر، وكارلو أنشيلوتي يؤجل فرحته. التمريرة من أروع ما يكون يا إيكاريا كاسياس. دفاع مارسيلو، كرة صعبة للريال، مارسيلو أي 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 أي. هل تعتقد بأن جاريث بيل سيروخ أم طائرة يلحقها جاريث بيل؟ واو، ما زالت عنده الكرة، جاريث بيل يلحقها. طبعا واضح بأنه بدنيا وضمور صعبة. يرفعها جاريث بيل في القائمة الثانية بعيدة تماما، توصل لخماس رودريغيز، يرجع لتوني كروس والحارس يصدها. توني كروس يسلدو، لم يحطم فقط الرقم القياسي، لم يتفوق على الأرجنتيني ميسي فقط في الهاتريك، ولكن تفوق على دي ستيفانو النجم السابق للريال. وانطلق عن طريق الخطير فيدال، يواصل فيدال، يوزع فيدال، اولا لا لا بابا بابا لا، الكره تم الدخول، ابت الكره الدخول. نعم الريال محظوظ. كرة أخرى مرة أخرى، كرة أخرى مرة أخرى، شوف المرة الأولى ثم الثانية، جاميرو سجل الرمي، صدها الحارس، الكرة كادت تضرب في القائم وتدخل. لم انتبه الفارو البيرو وادخل طبعا من أجل تدعيم الدفاع. الكرة في المخالفة مرفوعة من خميس، كاد راموس ينسينا في كل الأهداف التي يرسل كرة طويلة، الاعتماد على الكرات الطويلة في وجود بيبي وراموس. يتفوق بيبي بالراس ثم راموس مرة ثانية، ماذا فعلت يا راموس؟ خطأ فادح من راموس، كاد يكون هدف التعادل، كاد خطأ فادح من راموس الذي بقي يتفرج على الكرة وينتظر فيها. شوف الإعادة، بيبي في الأول ثم راموس ينتظر، ماذا تنتظر يا راموس؟ كاد اللاعب إيبورا يضيف الهدف الثاني له في هذه المباراة والثالث لإشبيليا ويعدل النتيجة لولا كاسياس. أوه اصطدم بكفيه حتى الحارس سيرجيو ريكو، هل يحدث ما لم يكن يتوقعه أحد؟ الريال والكرة الأخيرة في الركنية مرفوعة، فران أو راموس، والحكم يصفر. نعم فوز صعب وشاق ولكنه مستحق للريال، كل لاعبي الريال سيسقطون أرضا بعد هذا المجهود الكبير في مباراة كانت ممتعة وشيقة فاز بها الريال بالثلاثية. رونالدو حقق هاتريك مرة أخرى، أرجو أنكم استمتعتم، أكيد أنكم استمتعتم.